تعد حياكة الجوارب في الريف الجورجي موروث شعبي بدأته الجدات وتوارثته الأمهات والبنات والحفيدات إلى يومنا هذا. تتنوع الرسومات والتصاميم الخاصة بتلك الجوارب تبعاً لكل منطقة وقرية، ففي قرى أجرة تمتاز الجوارب بنقوش خاصة تستطيع النساء الجورجيات تمييزها عن الجوارب التي حيكت في المناطق الأخرى من جورجيا. ويعد اللونان الأسود والسكري أكثر الألوان استخداماً في حياكة جوارب النساء التي يتم تزيينها بالألوان اللامعة، بينما تقتصر جوارب الرجال على اللون السكري السادة الخالي من الزركشات والألوان. وتكاد لا تخلو خزانة العروس الجورجية في الريف من أحد تلك الجوارب المزينة والمزركشة بطابع المنطقة التي تنتمي إليها العروس. أفضل الأوقات للحياكة هو فصل الشتاء نظراً لانتهاء موسم العمل في الحقول والجبال واقتصار العمل على تدبير المنزل والاهتمام بالأبقار في الحظيرة، لذا تجد النساء وقت فراغ كبير لممارسة تلك الأعمال والهوايات التي يتباهين بها بين بعضهن البعض في فصل الشتاء. Thank you.